متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا واحد الحادثه ديال ستير اللي هي خطيره جدا. صاحب الدراجه اللي دار الحادثه ديال ستير تم النقل ديالو للمستشفى بشكل عاجل جدا، اللي بقى طايح واحد المده تقريبا ما يقارب 40 دقيقه، ما كيتحركش بشكل نهائي السيد، ما كيتحركش. ولكن الاغرب في هذا الشيء هذا كامل، وهو ان صاحب السياره اللي دار الاكسيدون هرب، هرب مشى في حالته، ولكن جاب الله انه خلى هذه الماتريكولا طايحه. هذه الماتريكولا ديالو متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا، بقات طايحه هنايا، والناس راهم جمعوها وحطوها على الموتور من الفوق، بما انهم يجيو الرجال ديال الدرك ويقيموا الوضع متابعينا الكرام. واحد الحادثه ديال السير خطيره، واحد من شهود العيال متابعينا الكرام، واحد من شهود العيال راهم كانوا هنا في عين المكان، غادي يعطيونا التفاصيل. خويا السلام عليكم. السلام. قول لي يا خي، هذه الحادثه كيفاش وقعت؟ هذه راجل غادي وولده صغير، عنده شي ولده من الله، جاي غادي مصور، لازم الطلوبين مكلمة، يعني غادي بسرعة، والطلوبين غادي بسرعة، الطلوبين غادي بسرعة، تماما زيد، كل مسكين صغير استغرب شي 3 متر والفوق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باه طاح راسو من جهه ديالو، طاح على راسو با كامل عيد الدم، اكثر من 40 دقيقه وحنا كنحاولوا معاه ما امكن باش يدوي، ناخذ منه شي حاجه والو، ولات المراه ديالو ثاني عيات ما تهضر معاه والو، اللي مشيت عند الدكتور بالنسبه لهذه الحاله ما يهضر والو. جبنا له واحد المنطقة غطيناه، جات لي بانس الزينه ديناه، دابا حنا كنتسناو في الجوندارم يجيو يتدخل باش يقيموا العمر وكذا، وهذه مازال حنا كنتسناو باقا الساعه ما وصلنا لا حول ولا قوه. السيد مضروح بالنسبه لولده الصغير، ما هذيش مره ما فيش شي حاجه، سبحان الله جديد، سبحان الله العظيم، والله ما فيش شي حاجه. كما سمعتم متابعينا الكرام، بالنسبه للدري الصغير اللي كان موراه ما وقع عليه حتى شي حاجه، ولكن الاب صاحب الدراجه ضرر ديال بصح، وصاحب السياره هرب، جاب الله انه طاح ليه، طاح ليه الباراشوت، الباراشوت وين جبته؟ قلنا قدام لافاز ياك، كان بعيد على الموتور بعد 15 متر ولا ياك، ولكن لقطنا الحوايج ديالو. يعني فاش ضرب الحادثه متابعينا الكرام، صاحب مشى السيد، مشى السيد، غير تشد الدم وكذا، هذه مضرور تشد الدم وكذا، هذه مضرور 40 دقيقه ما كيهضر، ما كيتكلم 40 دقيقه هو ما كيهضر، ما كيتكلم، وبعد سبحان الله عنده 4 سنوات ولده، وتهز 4 الخطوات وهو ما بقاش حاجه، ولكن الراجل بغى يدير واه الدم ما زاد يضرب، لا حول ولا قوه الا بالله. السيد هزيناه ما شاء الله مبروك. كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، الاثار ديال الدم ديالو هذايا، فلا حول ولا قوة الا بالله. كان هو كنجي من هاد الجهة، كنجي من هاد الجهة وهرب وخلى الماتريكا سار فيه الله مول الموتور، راه هو راه هرب مول الموتور، مول الطوموبيل هرب، الماتريكا تبرنا. اوه جالس هنا، علاش جالس هنا؟ كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، صاحب السيارة كما سمعتوا هنايا بأنه راه هرب، صاحب السيارة راه هرب، مشى في حالته، ولكن ولله الحمد أن بقات هاد الماتريكول ديالو، هذه الماتريكول ديال صاحب السيارة متابعينا الكرام اللي هرب، يعني صاحب السيارة دار الحادثة وهرب، علاش هرب الله اعلم. لا حول ولا شوف 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 شوف، لا حول ولا قوة الا بالله.